تقرر حراء وأرهن الذهاب في عطلة بعيدا عن الجميع، لأن أرهن سيرغب في قضاء ليلة خاصة بمفرده مع حراء. نتيجة لذلك سيأخذ أرهن حراء ويأخذها إلى منزل الغابة على الجبل، أو سيأخذ أرهن حراء إلى فندق في بلدة صغيرة لقضاء العطلات. سيتم ترك حراء وأرهن بمفردهما في هذه العملية، حتى أن أرهن سيعلن حبها لحراء مرة أخرى. سوف تقوم حراء بتقبيل أرهن على خده في كل مرة وتجعله سعيدا، ولكن عاجلا أم آجلا سوف يتم محاصرة حراء، لأن أرهن لم يعد يتحمل ألم الحب وسيكون مع حراء. لذا ستقضي حراء ليلتها الأولى مع أرهن في غرفة الفندق، وهكذا ستتمكن حراء وأرهن من التواجد معا. في الحلقة القادمة ستبدأ الأيام الجميلة في المسلسل، لأن حراء ستكون ربما حاملة. في البداية لن تدرك حراء أنها حاملة من أرهن، لأن حراء سوف تفسر دوختها على أنها مريضة، لكن حراء ستشعر بالدوار أكثر عندما تعود من العطلة. لهذا السبب سوف تنهار حراء فجأة بين ذراعي أرهن. سيقوم أرهن باستدعاء طبيب خاص إلى منزل حراء. الطبيب الذي فحص حراء سيقول لأرهن: مبروك، زوجتك حامل. سيشعر أرهن بسعادة غامرة عندما يعلم أنه سينجب طفلا من حراء. لذلك مشاهد الأطفال الجميلين ستنتظرنا جميعا في الحلقات القادمة. وبطبيعة الحال سيتم أيضا الكشف عن الوجه الحقيقي للممثلين السيئين في المسلسل. في النهاية سيتم معاقبة نيفا وبيريهان. سيتم معاقبة نيفا بيديها، لأن نيفا ستموت أثناء محاولتها قتل حراء. نهاية سيئة للغاية ستنتظر بيريهان، لأن بيريهان سوف تموت فجأة من العذاب. بيريهان لن تفلت من الشر الذي تفعله. سوف تنتظر حراء وأرهن ولادة طفلهم بعد كل الشرور، لكن في نهاية الموسم من المسلسل ربما سيكون هناك انفصال قصير بين حراء وأرهن، لكن لحسن الحظ ستجتمع حراء وأرهن مجددا في حلقة الموسم الثالث من المسلسل. إذن هل تعتقدون أن حراء وأرهن يجب أن يجتمع معا وينجب طفلا؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى.